دخل أبو النجم على هشام بن عبد الملك، وكان هشام أحول وكان عنده واحد المناسبة، فدخل الشعراء فمدحوا الخليفة فكل أخذ أعطيته إلا أبو النجم. وأبو النجم هذا كان من شعراء بلاط بني أمية. أبو النجم اللي دخل عليه قال أنا غنقول في شي شعر يعطيني كتر منهم، فبغى يمدحوا بالشمس. فوين مدحوا؟ قال له صفراء قد كادت ولما تفعلي كأنها في الأفق عين الأحول. والخليفة أحول ما بات تبت في الحبس هذه العشية. إذا ما لم يوافقه لم يسعفه اللغة ما أراد عن المدح. إذا كلامه غير بليغ، يعني هو فصيح ولكن ما وصلش البلاغة ماشي. ولذلك القرآن الكريم إنما هو خدم العربية بإبقائها، لأن كثير ديال اللغات تودرت بالكتب السماوية اللي مشات معها، ثم أن هذه العربية الله تعالى دارها هي اللي كتفتح المعقدات ديال الدماغ. هي جات كأنها لغة محركة لدماغ الإنسان. سيد ربي قال إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، ها هو كيحرك الميكانيزمات ديال العقل. ولذلك احنا كنشوف واحد المسألة مهمة بزاف، الدراري الصغار بكريم اللي كانوا كيدخلوا الجامع كيقراوا داك حزب سبيح وعما، وعاد يدخلوا المدرسة كيكونوا نوابغ، كيكونوا نوابغ حتى في قدرتهم على الحفظ وعلى على كل شيء إدراك على المعاني. وراكان الحسن الثاني الله رحمه الله هذه دائما كيترحم عليها، كيقول لهم راه والله اللي ما دوز ولده للجامع لا دخل المدرسه. علاش؟ لانه هادو الناس كانوا عارفين القيمه ديال القران الكريم، قيمه كبيره، لان بها كتكون عنده القدره على الحفظ وعلى الاستيعاب وعلى الفهم وعلى بزاف د الحوايج. إذن فالقرآن الكريم حفظ الله به لسان العرب، وحفظ به الله تعالى اللغه العربيه، وكثير ديال اللغات اللي تودرت لأنها ما كانش عندها كتب سماوية.